المزيد ينضم لنا عبر سكايب من موسكو دكتور محمود الأفندي المحلل السياسي. رحبوا بك دكتور محمود. يسعد مساك سيد الكريم والأخوة المشاهدين. أهلا بك دكتور. بداية، كيف تتابع الأوضاع الميدانية على الأرض الآن؟ يعني طبعا الآن بدأ فعليا تقدم روسي واضح في منطقة الدنباس. كل يوم أتكلم عن بلدات محصنة من طرف أوكرانيا في الجبهة الشرقية بدأت الآن تصبح بيد الروس، يعني مناطق كبيرة جدا. نعلم جيدا الآن التقدم الروسي أصبح على بواب مدينة باكروفس، يعني إذا أصبح على مدينة باكروفس يعني سقطت جبهة الدنباس بشكل كامل. لذلك خطة أوكرانيا التي حاولت أن تشتت القوات الروسية أو تضعف الجبهة الشرقية عن طريق اقتحام كورسك لم تنجح فعليا، وبدأت القوات الروسية تتقدم بشكل كبير جدا، بل أعطى اقتحام كورسك القوات الأوكرانية أعطى نتيجة عكسية، لأنهم بحاجة كبيرة لقوات لسد ثغرات في الجبهة. لذلك تعريض الجبهة وتوسيع الجبهة من طرف أوكرانيا يعني أصبح أعطى نتيجة عكسية كبيرة جدا، لأن أوكرانيا لا تمتلك القدرة البشرية الهائلة أو الجيش اللازم لسد الثغرات في كل هذه الجبهات. لذلك أنا في رأيي الآن أوكرانيا أخطأت خطأ كبيرا باقتحام كورسك الآن، ونعلم جيدا أنها ما زالت على أراضي ريف كورسك وأنها تعطي الإمدادات، وبنفس الوقت ضد جبهة الدنباس. إضعاف جبهة الدنباس يعني سقوط الدنباس بشكل كامل بيد روسيا. لذلك الآن نرى بشكل سريع جدا على كل الجبهات، إن كان في الدنباس أو في الجنوب أو في الشمال، هناك تقدم روسي كبير في هذه المناطق. أنا في رأيي استمر هذا التقدم في الأيام القريبة العاجلة يمكن أن نتكلم عن ما يسمى تحرير الدنباس وتحقيق أول هدف في العملية العسكرية الروسية الخاصة. لماذا قامت أوكرانيا بهذه عملية كورسك؟ حتى الآن أصبح لغزا بالنسبة إلى روسيا، ولكن من الواضح أن الرئيس زيلينسكي حاول بهذا الهجوم أن يشجع الغرب على إعطائه أسلحة بشكل أكبر والسماح له بالضرب العمق الروسي، وبالإضافة هو يريد أيضا إعلاميا أن يعطي للغرب صورة معينة أو صورة سينمائية أن الجيش الأوكراني ما يزال لديه قدرة هجومية. الآن نرى حتى الإعلام الغربي يعترف بالتراجع الكبير في الجبهة الأوكرانية المحصنة جدا، يعني هذه الجبهة اللي نتكلم على مدن بلدات سكنية تتنازل الآن تنزل يعني الآن تسقط بيد روسيا، هذه البلدات محصنة بشكل كبير منذ سنوات، يعني صعب على روسيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة يعني سيطر عليها. الآن تسيطر بشكل بسهولة أكثر بكثير، يعني إذا تكلمنا فقط عن شهر آب وحتى اليوم يعني حوالي 40 يوم تقريبا، روسيا تعمقت بحوالي عرضا وطولا تعمقت بحدود حوالي 400 إلى 500 كيلومتر مربع. هذا بالنسبة لروسيا رقم قياسي بالنسبة للعملية العسكرية الخاصة. يعني ماذا فعلت أوكرانيا؟ دخلت على مناطق سكنية ليس فيها أي قواعد عسكرية واستولت عليها وتجاوز 1000 كيلومتر وتلقى خسائر كبيرة جدا في هذه المناطق، والجبهة المحصنة التي حصلتها من سنوات وصرفت عليها أموال طائلة الآن تسقط بيد روسيا. لذلك أنا في رأيي الآن إذا استمر هذا التقدم المستمر، أنا في رأيي سيحقق أول هدف للعملية العسكرية الخاصة وهي تحرير الدنباس ولوغانسك بشكل كامل. لم يبقى الآن على الإشراف غير مدينتين كبيرتين هم سيفرسك سلافيانسك وكراماتورسك، وإذا سقطت باكروفسك البلدة المحصنة هذه المدينتين ستصبح يعني لقمة سهلة في يد روسيا. لذلك كما بدأت اللقاء التقدم أصبح بشكل واضح، والسبب ليس هو روسيا بينما أوكرانيا التصرف الغبي برأيي أو المغامرة التي قامت فيها في روسيا. يعني في محاولة دكتور محمود فهم كيف يفكر الطرفان، لدينا اتهامات متبادلة فيما يخص منطقة سومي وأيضا بلوغورود، هذا يتهم ذاك بالضرب والآخر يتهم، الطرفان في حالة حرب، لماذا تبادل للاتهامات؟ يعني أول شيء المناطق، يعني لما بدأت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تجنب الطرفين مدن مدنية ليست لديها أي علاقة في الجبهة العسكرية، منها منطقة السومي ومنها منطقة كورسك وبيلغراد، تجنبت القوتين لاستهداف هذه المناطق لعدة أسباب، لأن هناك جبهة عسكرية مفتوحة ويجب الصمود فيها ويجب تحول الحرب إلى حرب استنزاف. فتوسيع أي جبهة
هذا يؤدي إلى استنزاف أكثر لهذه القوة. لذلك عندما بدأت أوكرانيا باستهداف كورسك، روسيا أيضا ستستهدف سومي، فالاتهامات ليست متبادلة. روسيا تقصد دائما القواعد العسكرية والنقط العسكرية. خلينا نكون واقعيين، روسيا هي تصنع الأسلحة وهي التي تستخدمها، بينما أوكرانيا لا تصنع الأسلحة. يعني استهداف سيد الكريم، استهداف صاروخ أو سلاح على سبيل المثال استخدام الهايمرز، الصواريخ مكلف كثير جدا. أن يستخدم على هدف مدني يمكن أن تستخدمه المدفعية، هذا بالنسبة لحرب الاستنزاف غباء العسكري بشكل كامل. لذلك أوكرانيا تستعمل السلاح كأن هذه الأموال بالفعل ليست لها، فهي تستهدف أهداف مدنية بأسلحة باهظة الثمن، بينما روسيا تستهدف فقط السلاح ضد العسكريين لأنه لا تستخدم مدنيين، لأنه المدني يمكن يستخدم بأسلحة أخرى يعني غير دقيقة، والأسلحة غير دقيقة موجودة من المستودعات القديمة أيام الاتحاد السوفيتي وهي كمية كبيرة في العالم. لذلك الاتهامات من طرف أوكرانيا غير دقيقة، هي تريد بشكل من الأشكال أن تغطي إعلاميا ما يحصل فعليا وعن القصائر تقول تتهم روسيا باستهداف مدنيين. خلينا نكون واقعيين، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة لم تستطع أوكرانيا ولا مرة واحدة أن تثبت أن روسيا استهدفت المدنيين في المحاكم الدولية أو في المنظمات التابعة للأمم المتحدة أو في منظمة العفو الدولية، بينما منظمة العفو الدولية حتى الآن سجلت فوق 30 تجاوز للقوات الأوكرانية على الأراضي الروسية. لذلك هذه الحرب الإعلامية المتادرة وتبلتهما، الهدف الرئيسي بالنسبة لأوكرانيا هي حرب إعلامية ضد روسيا، لأنه الحرب ليست فقط. لكن فيما يفيد دكتور محمود، فيما يفيد استهداف المدنيين أو عكس ذلك؟ وفي النهاية الغرب هو بطبيعة الحال يأخذ موقف ثابت لدعم أوكرانيا، إمداد بالسلاح وعقوبات اقتصادية على الكثير من الشركات والأشخاص الروسية. ما يضر الشاة بعد سلخها أو بعد ذبحها؟ سيد الكريم، نحن في حرب، صحيح يعني يجب أن نعرف أن الحرب الآن ليست حرب أوكرانية روسية، هي معسكر الحرب والمعسكر الشرق، معسكر الشرق بقيادة روسيا وحلفائها، ومعسكر الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. يعني لذلك الحرب الآن من الطرفين أصبحت مسموحة بالإمدادات للطرفين، ولكن الحرب الآن هي على الجنوب، على الدول الأخرى المحايدة. لذلك الحرب الإعلامية موجهة لهذه الدول لعزل، يعني هدف الولايات المتحدة الأمريكية هي عزل روسيا سياسيا عن طريق ارتكاب الجرائم. ولكن الجنوب يرى فعليا ويدقق، والمنظمات أيضا تعطي التقارير أن روسيا لا تستهدف المدنيين. يعني على سبيل المثال أعطيه فقط مثال صغير، عندما روسيا اقتحمت كورس، هي أوكرانيا اقتحمت كورس، هي أرادت أن تفعل العقيدة النووية لروسيا حتى تستخدم روسيا أسلحة نووية تكتيكية في الأراضي الأوكرانية. يعني الهدف ليس، الهدف المقصود هو عزل روسيا سياسيا عن طريق إدانتها باستخدام الأسلحة النووية. لذلك دائما يحاول الغرب أن يفعل العقيدة النووية الروسية، هذا أمر مهم جدا. لذلك الحرب، يعني لن ننتظر من الغرب أن يوقف، الغرب ليس محايد، هناك معسكرين يتصارعان الآن على الأراضي الأوكرانية. الحرب هي قائمة على الجنوب، على الدول الأخرى المحايدة. من تقصد دكتور محمود، من تقصد بالجنوب؟ دول الشرق الأوسط، دول أخرى في العالم، دول أمريكا اللاتينية، كل هذه تسمى الجنوب، تسمى دول الجنوب، الصراع على دول الجنوب. يعني أمريكا اللاتينية، دول أفريقية. اسمح لي لتوضيح الصورة أكثر لمشاهدينا الكرام، واعتبر من يحدثك من أمريكا اللاتينية يقول لك ماذا بي كي أدخل في حرب بين روسيا وأوكرانيا في أوروبا، والغرب يدعم الجانب الأوكراني وروسيا تدافع عما تراه حقوقها. أمريكا اللاتينية وإفريقيا حتى ما بالها وبال هذه الحرب؟ لا، لها قوة كبيرة على تطبيق العقوبات، أهم شيء. يعني لو كان العقوبات دول الجنوب، دول أمريكا اللاتينية والدول الأفريقية والدول العربية طبقت العقوبات، يعني أعطيك مثال، ليس هناك دولة عربية ولا دولة إسلامية طبقت العقوبات على روسيا. يعني عزل روسيا سياسيا واقتصاديا لن ينجح، لن تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج هذه الدول عن الحياد. الحياد أمر أساسي بالنسبة إلى روسيا، لأن أنت عايش في عالم واحد ومركب واحد. لذلك عندما تطبق هذه الدول العقوبات على روسيا يمكن أن روسيا أن تتأذى اقتصاديا، هذا أمر مهم جدا. يعني انظر الآن ما يحصل،
انظر الان ما يحصل. الهند الان من قبل الحرب الاوكرانيه الروسيه لم تشتري من روسيا اي برميل نفط، الان الهند تشتري يوميا من روسيا 4 مليون برميل نفط. 4 مليون برميل نفط يوميا تشتري الهند من روسيا. يعني على سبيل المثال اعطيك الرئه الاقتصاديه لروسيا اصبحت الامارات العربيه المتحده. يعني انظر ما يحصل التعاملات حتى مع جمهوريه مصر العربيه. التعاملات الاقتصاديه قائمه واكثر من كبير، يعني ازداد، يعني نقص التبادل التجاري بين روسيا والدول الاوروبيه ولكن زاد هذا التبادل التجاري مع الدول العربيه والدول الاسلاميه ودول الجنوب. لو كانت هذه الدول اقتنعت او ادانت روسيا فعليا تأزت روسيا، لانه هذه الحرب هجينه وليست حرب فقط اعلاميه وعسكريه ولكن حرب اقتصاديه. لذلك حياد هذه الدول هذا امر مهم جدا بالنسبه الى روسيا. الضغوطات كبيره. اتذكر رئيس دوله الامارات العربيه المتحده اتى روسيا من حوالي سنه، قال الرئيس بوتين حرفيا نحن نتعرض لتهديد من قبل الولايات المتحده الامريكيه، تهديد، يعني هم يهددوا كل دوله محايده تريد ان يطبق العقوبات على روسيا، ولكن طيب. فشلت الولايات المتحده الامريكيه نعم. في ضم الجنوب لطرفها. بحديثك عن الولايات المتحده الامريكيه ودكتور محمود تتحدث وكانها هي الطرف المباشر للحرب بحكم الدعم الطبيعي للطرف الآخر في هذه المعركة. سؤالي الأخير دكتور محمود الأفندي عن أثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية القريبة على مسار هذه المعركة التي تقودها موسكو مع أوكرانيا. يعني هذا أمر مهم جدا. بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بحرب هجينة على روسيا على الأراضي الأوكرانية بالوكالة. هذا امر مهم جدا واصبح معروف بالنسبه لروسيا، والحرب فعليا روسيا تحارب الولايات المتحده الامريكيه. لذلك روسيا تعلم جيدا ان الولايات المتحده الامريكيه لن تتخلى باي شكل من الاشكال عن الدعم لاوكرانيا او تغيير سياستها بتغيير الرئيس. يعني هذا امر مهم جدا. لذلك بالنسبه لروسيا اذا وضعت الملح في الفم لن يصبح طعمه احلى. بالنسبه لروسيا اتت هاريس ولا اتت ترامب لن يتغير بالنسبة إلى روسيا في الاستراتيجية الكبيرة والحرب القائمة بين معسكر غرب ومعسكر الشرق، ولكن يمكن للإدارة الجديدة أن تغير بعض الأهداف، أن تهدئ اللعب نوعا ما، أن لا تصعد لنصل إلى صراع مباشر. بالنسبة لروسيا الأفضل الاستمرارية بهذه السياسة الأمريكية، لأنه يقول نابليون بونابرت الشهير القائد الشهير عندما يخطئ عدوك لا تعيقه، تقول يخطئ. الولايات المتحده الامريكيه بقياده بايدن وبقياده هاريس تخطئ اخطاء كبيره. استطاعت روسيا ان تقفز قفزات نوعيه كبيره في العولمه وفي افهم من حديثك بالنسبه لروسيا من مصلحه روسيا ان تاتي الديمقراطيه كما هاريس طبعا، لانه الاخطاء مستمره. بينما اذا اتت ترامب سيبدا فعليا بايقاف العمليه العسكريه الخاصه او تهدئه الطرفين أو تجميد الصراع، هذا ليس مصلحة روسيا صراحة. يعني ترامب سيحكم 4 سنين وسيأتي بعده الديمقراطية، وترامب في هذا الوقت سيزود أوكرانيا في الأسلحة أيضا. يعني حتى أكون واقعين، أوباما القائد الديمقراطي قبل ترامب كان لا يرافق مزود أوكرانيا بأي نوع من أنواع الأسلحة. أتى ترامب وزود أوكرانيا بكل الأسلحة الدفاعية التي تحارب فيها الآن، لا أتكلم عن دبابات ولكن مضادات دبابات ما هو عليه، بالإضافة قرر يعني اصدر على روسيا اكبر كميه عقوبات في تاريخ روسيا. يعني اكثر العقوبات الان تراها يصدر بايدن، ترامب اصدر اكثر منها بكثير. لذلك بالنسبه الى روسيا الان الافضل ان تنهي هذه الحرب وتنهي هيمنه الولايات المتحده الامريكيه على اراضيها لاستعاده سيادتها. لذلك اذا تغير البيت الابيض سيبدا خطه تجميد الصراع، وصدقني هذا لمصلحه روسيا، لان الولايات المتحده الامريكيه تخرج باتفاقياتها بشكل يعني بشكل سريع جدا. على سبيل المثال الاتفاق النووي الايراني اقامه اوباما، اتى ترامب لغى الاتفاق، اتى بايدن يريد ان يعيد هذا الاتفاق. لذلك تغيير الاداره في البيت الابيض تلعب دور كبير بعدم الثقه لاي دوله في الرئيس الولايات المتحده الامريكيه، لانه القرار لا يخرج من البيت الابيض. القرار للاسف الشديد يخرج من الدوله العميقه والمصالح الاقتصاديه للدوله العميقه في الولايات المتحده الامريكيه. والمصالح هي استمرار هيمنه الولايات المتحده الامريكيه. لذلك انتخبت هاريس ولا انتخب ترامب بالنسبه الى روسيا لن يغير شيء بالمعركه الاستراتيجيه، ولكن يمكن ان يغير اشياء صغيره في الصراع القائم.
ولكن الرئيس بوتين بصراحة تكلم في فلاديفوستوك أنه يرحب ويدعم هاريس لأنها تضحك كثيرا وضحكها يمكن أن يقول أنها بالفعل لديها يعني متفائلة، وهذا التفاؤل يمكن أن يؤدي إلى يعني إلى نوع ما إنهاء الحرب أو إنهاء التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. ولكن إذا أتى ترامب يعلم جيدا أنه بالقراراته قاسي جدا ولكن له وجهين ولسانين، يعني يضحك في الوجه ومن خلف من خلفه يدعم كل القوى. يعني أنا أذكر تصريح الرئيس بلاشينكا الرئيس الأوكراني عندما قال ذهب ليطلب السلاح من ترامب، قال أنا ذهبت وخائف أن ترامب هو مدعوم من روسيا، ولكن اللقاء استمر مع ترامب 5 دقائق فقط. مباشرة سألوا ترامب ماذا تريد، قال السلاح، قال تفضل. يعني كان أوباما رافض وهذا ديمقراطي وترامب هو جمهوري. يعني فعليا بالنسبة إلى روسيا كمعركة استراتيجية كبيرة لن تغير شيء، ولكن استمرار الديمقراطية في الحكم هذا يعني استمرار أخطاء الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية خسرت كبيرا بحرب غزة بدعمها لإسرائيل، خسرت الآن دول الجنوب التي بدأت تنضم بشكل سريع إلى البريكس وتذهب إلى المعسكر الروسي. فإذا أتى رئيس آخر غير هذه المعادلة يمكن لروسيا أن تتأذى نوعا ما. لذلك استمرار أمريكا في أخطائها هي من مصلحة روسيا وليس ضد روسيا. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود الأفندي المحلل السياسي، كنت معي عبر سكايب من العاصمة الروسية موسكو.